كركوك تحتل مراتب متقدمة هذه السنة وتنافس الأوائل في العراق وإن كان مكررا، وكل مدرسة تطمح أن يكون الأول من نصيبها. كركوك مديرية العامة لتربية كركوك حققت نتائج متقدمة لهذا العام، عام الدراسي 2017-2018، والأول على العراق من كركوك معدل 99.86. من النازحين أيضا هناك معدلات عالية 99 و98 من القرى والأرياف في قضاء الحويجة. من مدرستي طالبتين كدور أول، بس إن شاء الله 6 طالبات عندي راح يروحون طبية طبعا إن شاء الله. عائلة محمد الأحمد الجبور التي تركت كل ما تملك بقرى الحويجة وبعد أن فجر داعش بيوتهم واستولى على شقى العمر، ها هم يعوضون كل ما سلب منهم بإيصال 8 أطباء. الهدف الأساسي قدامي هو المدرسة، قلت أوصل الأولاد بالمدرسة لأنه هذا مستقبلهم وحقهم علي، فذبيت كل جهدي، كرست كل إمكانياتي للمدرسة، ولذلك الحمد لله والشكر قدرت أن أوصلهم وأحقق نتائج ما فرقت عن النتائج أو أفضل من النتائج اللي ممكنت بيها في مستقر في منطقتي وفي بيتي. 3 أطباء و3 يدرسون الطب، وها هو أصغرهم أثير بمعدل 99.57، وأخته أسماء التي حصلت على 98. التحقوا بركب عائلة كبيرها لواء وأصغرها مهندس. الوالد خصوصا كان يعني يتابع وتعب وياي انه بس اوصل، يعني كان هذا اللي يريده، والحمد لله يعني ما اثرت. انتقلت يعني من عده مدارس عده مناطق، سكننا بكركوك بالقاطن كبر بالبدايه بعدين بكركوك بعد ما تهجرنا، مع هذا ما اثرت علي انه احقق اللي كان ببالي اللي كنت اريده. من كركوك اتينا الاغاثي، يعني اكثر شيء الشرقيه نيوز.